إلى أخي الحاج سيمون الضياع الكاتب الإقليمي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. الأخ والرفيق عضو المكتب السياسي، الأخوات النائبات البرلمانيات، أعضاء المكتب الإقليمي، الأخوات المؤتمرات، الضيوف الكرام، السادة منتمي الإعلام، أولا كلمتي هذه سأحدد فيها موقفي الشخصي. إذا كانت مسألة إيجابية فهي للحزب، كانت مسألة لأنني سأتكلم بوضوح وبصراحة، هذا الوضوح وهذه الصراحة انطلاقا من قناعة أنني أحب بلدي المغرب وأحب مدينتي، وبالتالي لا بد من طرح بعض الإشكاليات التي نعاني منها كمواطن، كما قال الأخ حميد، كمواطن وليس كحزبي، أن تطرح مشاكل منتظرين أننا في المؤتمر المقبل إن شاء الله، في المؤتمر 14 سيكون هناك نقاش مسؤول لتحديد موقع الحزب من عدة قضايا. أولا شعار المؤتمر لم نتكلم فيه، أقولها بكل صراحة، تدخل الاستحامي استفزه الشعار بشكل إيجابي، لم نتكلم فيه، استفزني بشكل إيجابي ولم أناقش معه. كذلك يعني بعض المناضلين الشعار كان مستفزا بشكل إيجابي جدا، خاصة الشقتين. لذلك ستكون مداخلتي ذو شقين، شق حول المناصفة وشق حول النجاعة السياسية، مع إمكانية الصرح مداخل في الآخر. السيدات والسادة، قضية المرأة المغربية بأهمية قصوى في المشهد السياسي المغربي منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، عرفت خلالها تطورات وتحولات هامة ارتقت معها إلى مصاف الأولويات، وخاصة مع العناية الرشيدة السامية لصاحب الجلالة وإصراره على حسن هذا الموضوع وإلى المرأة المغربية مكانتها اللائقة بها داخل المجتمع المغربي، بدءا من ورش إصلاح مدونة الحضارة الشخصية، مرورا بتعديل قانون الجنسية والحالة المدنية والنقاش المجتمعي والعمومي حول العنف ضد النساء، الصور النمطية وإعادة بناء شخصية المرأة، ظهرت معها ملامح جيل جديد من النساء قادر على المشاركة والولوج إلى المؤسسات السياسية. السيدات والسادة، يمكن القول أن النقاش العمومي اليوم والسياسي منه على وجه الخصوص ما هو إلا تتويج في هذا السياق، خاصة بعد استجابة دستور 2011 وتفاعله الإيجابي مع مبدأ المساواة والمناصفة من خلال الفصل 19 كما ذكره الأخ والرفيق السحامي. وفي نفس الوقت وتمهيدا للرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، عمل المشرع على تنزيل المقتضيات الدستورية عبر قوانين تنظيمية انتخابية اعتمدت مبدأ الكوطة أساسا للتأثير على فعالية المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب، الشيء الذي يظهر جليا التطور الملحوظ الذي شارف على ثلوث في افق المناصفه سواء على المستوى الوطني او الترابي. السيدات والسادة، ان التقدم الذي احرزه المغرب في هذا المجال وفقا لتعاقدات دستوريه وقانونيه اصبح اليوم تجربه ملموسه وملهمه، وخاصه على المستوى الاقليمي، غير ان ذلك لا يمنع من بذل الجهد المضاعف من اجل استكمال هذا البناء الديمقراطي بقيادة صاحب الجلالة. وفي هذا السياق
فإن عملية التتبع والتقييم بات ضرورية ومؤكدة لضمان هذا الوجه الديمقراطي. سيدات السادة، إن المتتبع اليوم للحصيلة الإحصائية ومنها إحصائية المديرية العامة للجماعات الترابية حول التمثيل للنساء داخل المؤسسات المنتخبة يقف لا محالة على أهمية الكوطة في الرفع من هذه التمثيلية، إذ على الرغم من ولوج المرأة هذه المؤسسات فإن واقع الحال لا زال يشكل إعاقة حقيقية في وجه الحقوق السياسية للنساء، كما أن الصور النمطية السوسيو-ثقافية لا زالت مؤثرة بشكل كبير في مجتمعنا. وعليه فالمطلوب منا هو النضال من أجل إعادة الوعي المجتمعي الحامل والضامن للمساواة والمناصفة والحقوق السياسية للمرأة المغربية باعتبارها شريكا مجتمعيا يشكل إضافة نوعية في مسار التنمية بشكل عام. ويبقى طموحا مستقبليا للوصول بالمناصفة إلى ترجمة واقعية حقيقية. وفي الأخير لا بد من الانتقال من مجرد ولوج النساء إلى المؤسسات، بل يجب تجاوز ذلك ليصبحن مؤثرات في السياسة العمومية. سيدات السادة، لابد أن أحيي منظمة النساء الحركيات على هذا الشعار المؤثر ما له من دلالات على المشهد السياسي المعاش بالمغرب. وتبقى مسألة أن المناصفة ليست في حد ذاتها غاية لتحقيق نجاح سياسي، بل هي مكونة من مكونات عدة لتحقيق هذه النجاح. وعندما نتكلم عن النجاح السياسية يبقى سؤال عن أية نجاعات سياسية نتحدث؟ هل نتحدث عن النجاح السياسية التقية أم المالية أم التعليمية أم الدينية أم الداخلية أم الخارجية؟ هناك عدة مجالات سياسية، وبالتالي نرجع إلى النجاح السياسية في إطاره الشمولي. هذا الإطار الشمولي إذا قلنا أنه إطار شمولي فهو يبقى مشروع مجتمعي متكامل همه الوحيد والأوحد هو المواطن والغريب. أن المواطن، هذا المواطن حاضر في خطاباتنا الرنانة والغائب أو الغائبة طموحاته في تصريف القوانين، وما نعيشه حاليا لا خير دليل على ذلك. وبالتالي يبقى هذا المواطن، هل تحققت انتظاراته من السياسة المتبعة؟ من السياسة المتبعة. والسياسة في جميع المجالات إذا لم تكتمل بمسألة واحدة والتي هي مسألة التخطيط فإن الأمور ستبوء بالفشل. لدينا داخل الدولة المغربية مندوبية سامية للتخطيط، فهل تساءلنا مرة عن مدى مشروعية هذه المؤسسة من الناحية التخطيطية؟ فعندما نقول المخطط فعلى المندوبية السياسية أن تخطط للفرد المغربي منذ ولادته حتى مماته، من تعليم، من صحة، من عمل، من تقاعد إلى غير ذلك. نجد الآن حاليا أن السياسة المتبعة حاليا في واد والتخطيط غير موجود بتاتا. كذلك أظن أن الجواب أن مصلحة المواطن تعرفونها جيدا وبقناعة، لأن بعض الفاعلين السياسيين بين قوسين أو المحسوبين على السياسة إن صح التعبير والمتواجدين بمراكز القرار بعيدين كل البعد عن مصلحة المواطن. همهم الوحيد هي مصالحهم الشخصية
والدليل على ذلك عندما نجد داخل البرلمان داخل اللجان كثرة الغيابات وبالتالي تناقش قضايا تهم 40 مليون الممثل غائب. سيدات المؤتمرات المحترمات، استسمحكن إن قلت لكن أنني متشائم. لا غير نقول أنا شنو كتقول؟ إذا كنت مزيانة هذيكم كتقولي حبيبي. أنا متشائم بكل صراحة من هذه النجاعة السياسية التي نعيشها، لأن النجاعة السياسية حاليا بعيدة المنال، بكل صراحة بعيدة المنال. إذا لا يعقل أن نجد فاعلين سياسيين يمارسون الكذب أقولها وبكل صراحة، لم أقل يكذبون بل قلت يمارسون، وقلت يمارسون الكذب أو يحترفون الكذب، وهذه لها مشكلة. والله قسم لأني لها مشكلة، يمين الله أن يجيك مسؤول كبير إمبراطورية الوقود كيطرح البرنامج السياسي ديالو، غادي نوظف قدام، غادي ندير هادي أغارس وفي الأخير التزم بمقولة واحدة، سيعيد تربيتهم. الأدهى الإخوان الشباب اللي مكتح، والله القسم لا يؤلم، والله لا يؤلم، والله إلى بلدنا أقسم لكم يا من إلى بلدنا إلى نحبها، والحمد لله ماشي هذاك التشاؤم غير في الشخص، أما أنني متفائل بأن البلاد ديالنا أحسن مع الدول بكثير. الحمد لله اللي عندنا هاد الفضاءات، حنا عندنا هاد الفضاءات اللي كنناقشوا فيها، عندنا هاد الفضاءات اللي كنتعارضوا فيها وكنصرحوا بها بهاد المسائل، راه دول أخرى راه ما عندهاش. وزعما نكون واضحين، أكثر من هذا الرجل الثاني في حزب الإمبراطورية نتاع الوطن صريح، ها الإخوان والله لو كان كنا في شي دولة يقول لك إلا ما عطيناكمش 2500 درهم في مورا بالحشر والله ما يزيد البرلمان، لأن هذا تشجيع على العنف وتشجيع على كيفية الرش بالحجارة. وفي التاريخ كل يوم دوز بلا تملص من ضرائب وتقول لي كاين واحد النجاعة السياسية حل كاين هذا النجاعة السياسية. نزيدوا هذو اللي كيعطيكم ليليت اللي كاينين دابا هنا تكونوا خويا، الرجل الأول داخل حزب ما يسمى بالبرجوازية الوطنية بين قوسين، استغل الضعف والسذاجة والقناعة تاع المواطنين، كان المشكل تاع المتعاقدين، قال على أنه في حالة ما وصلنا للحكومة المشكل تاع المتعاقدين غادي نسيبوها بشكل إيجابي طموحي في المدرسة. في المناقشة تاع دورة برلمانية ناقش فيها الملف كيخرج بصريح تدخل، كنظن كان ديك الساعة السيد ديال هو رئيس مجلس هذا الفريق الوطنية بين قوسين، اش كيصرى؟ واللي دارت الحكومة هو اللي كيس والله يودي، وهذه ماشي ممارسة، هذه واش ماشي ممارسة الكريم، وتقول لي غدا نثق فيك، وتقول لي أن ما كاينش عزوف سياسي، وفي التاريخ غادي حنا كنطمحوا النجاعة السياسية، أنا معاكم هذا طموح، الله يعاونكم. نجيو للمكون الثالث، المكون الثالث الغريب في الأمر أن مدينة تازة ابتليت بإحد مريديه.
تسرع في القرارات، تسرع في القرارات. والآن الكبيرة كما كنقولوا حنا قتل البقرة قريب، الذي يقول أنا ربكم الأعلى قريب قريب. بالله عليكم واش إلى جي غادي نفتح واحد من القوس، هذه النجاعة السياسية على مستوى وطني، نجيو على مستوى محلي، واش تازة حاليا تازة اللي كانت فيها لابيرغي، كانت فيها النظافة، كان فيها وكان فيها، حاليا نمشي ندير أنا المقر نتاع سميتها نتاع المقاطعة، نخصص له واحد الميزانية تاع 500 مليون أو 600 مليون درهم. واش تازا خصها هكا؟ أولا نمشيو ل سعد تسميت هذيك اللي حدات في البلدية المجموعة الحضرية وين ديرها 7 مليار، واش تازا خصها بالنهاية 7 مليار؟ واش هذي هي النجاعة السياسية؟ على أني باش ما نطولش السيدات والسادة والسادة، انطلاقا مما سبق ولتحقيق نجاعة سياسية يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية وأخلاق سياسية، حتى اللي ما يحشمش من راسو يحشم من ناسو، ماشي كنجي أنا قدام الميكرو والتلفازة وكنبقى نسال فعال وسوف 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 اللي كيعرف تما الله يبارك لك يا مدام. كذلك يجب ان تكون النجاعه السياسيه ان تكون حقوق الانسان المنصوص عليها دستوريا وبالمواثيق الدوليه على ارضيه الواقع. كذلك يجب ان تكون خطاباتنا خطابات تنمويه خطابات تنموية على جميع الأصعدة، والتركيز على بعض البرامج واضحة ومدروسة قابلة للتطبيق وفق جدول زمنية محترمة تفاديا لضياع الوقت والمال والجهد، الشيء الذي سينعكس إيجابا على مصلحة المواطنين. كذلك اعتماد قانون للتصدي للتنازع المصالح. كذلك القرار مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الاخوه ما يجيوش هنايا واحد عنده دعوه في جرائم الاموال، واحد عنده الفساد، واحد متمول رسم الضرائب، واحد كذا وكتعطيه الدوله كتخليه يزيد الانتخابات. واش هذا المنكر عيب الله؟ واسيدي فضي المشكل ديالك مع العداله عاد وعاد جاي انت راه غادي تمسني. كذلك على الاحزاب السياسيه أنا أقولها وبكل صراحة، السي حامي، الأخوات البرلمانيات، النجاعة السياسية حتى مستوى دي بارتي بوليتيك ما كايناش، إي كومبري لو نوتر، بكل صراحة، على الأحزاب السياسية، أحزاب سياسية، ملي ترشح شي واحد، أترشح أخي واحد اللي غادي يزيد القدام بينا، وواحد كيعرف يصدر غطاء. وكيعرف غير يشوف في المنايا وغيبقى يهضر مع راسو وبكل صراحة، وإلا خرج له على اللغة الوالدة ديالو والله هذا الله عارفك، وتجي أنت ديرو لي أنت ما يناقش برامج ويناقش الأخوات المتشريعات، وهذا راه العبث بكل صراحة، راه العبث واخ شوية شوية هذا الشيء راه خصو. أنا أقول ما يخارج صدرنا يا استاذ الله يحفظ الوالدين، لان راه كيبقى في ذاك الحال. قلت كذلك تحسين الاداء التشريعي وانعكاساته على العيش اليومي للمواطنين. كذلك لتكون نجاعه سياسيه اعتماد خطاب تنموي وليس ايديولوجي. الايديولوجيه انا في وجهه نظري لم تعد قابله في هذا الوقت. الآن الصراع الإيديولوجي لم يبقى له وجود، هناك صراعين، الصراع الداعشي والصراع النووي، هذو هما اللي مازالين. الآن علينا أن نخاطب الشعب بما هو كائن، بما هو معقول، بما هو تنموي، وأتمنى لكم التوفيق وأستسمح كلنا كلكم شكرا.